انت فين يا خالي؟ انت فين يا خالي؟ يا هادي تعال، انا هنا يا هادي. ايه ده يا خالي؟ انا هنا في الحظيره. قاعد بتعمل ايه هنا؟ تعال خش. اخش فين بس؟ اطلع انت. خش يا هادي، تعال ادخل يا هادي، انا بتصرخ بره. ادخل جوه يا رب. انا خلاص خلاص طلعت يا هادي، طلعت خلاص. يا خسارتك يا جدع، ده انا اللي ما كانش في حد يقدر يثبت ان انا حي، ده كان فاضل لي يومين وصورتي تختفي من المرايه تقدر اكوره. طب اهدى بس يا خالي، مش يمكن يا خالي اللي انت حكيته لي في التليفون ده اشتغاله من واحد بيستظرف؟ بقول لك البنت كلمتني في السياسه في التلفزيون مبطط، وقالت لي على اسم عم فكري الحقيقي سلطاني الدهسوري. وبعدين الراجل قال لي ايه؟ فاخنج كازاكيتو. وحاجه ثانيه مكتوب بقول لك عليها، قول. قال لي هنفخك، خيالك هيتنفخ يا هادي. طب روق يا خالي روق. انا خايف يا هادي قوي. بص يا خالي، ده جوجل ايرث. ايه جوجل ايرث ده؟ انت بتكلمني على اساس ان انا مهندس اسانسيرات. انا كل اللي اعرفه انكر كليك. حلو قوي، هننكر كليك. دي مصر من فوق. عظيمه يا مصر. انكر بقى كليك يا خالي. ودي مصر من تحت. ان لله وانا اليه راجعون. اللي انا عايز اقوله ايه يا خالي؟ ان الدنيا اتطورت. اتطورت والتكنولوجيا بقت سهله. اه والناس دي معاها الصوره بتاعتك. معاها الصوره؟ اه معاها الصوره خلاص. يبقى مفيش فايده من الهرب. مش هيدا من الهرم؟ من الهرم. انت عارف ايه الحل اللي قدامنا؟ بس ان احنا هنوصل للفلوس والورق قبل ما الناس دي توصل لك. صدق صح. فهمت ولا بتهاودني؟ لا والله مظبوط. انا اصريت ان انت تكون متعلم. ابوك كان عايز يطلعك فران. فران؟ او المصحف كان عايز يطلعك فران. انا رحت واقف له بالمحترم، قلت له عايز بس فكت. طب هات يا خالي النمره. نمره مين؟ نمره ايه ايه؟ اميره يا خالي اللي اديتك النمره دلوقتي. اه امينه. اميره. امينه. اميره. أميرة. اصبر وما اصبر. اتفضل. 01. ايه ده يا خالد؟ النمره دي ناقصه بس. يبقى هي ساعه لما دخلوا عليها وسخنوها بقى وقعدوا يضربوا فيها وقعدت تصرخ هي وهي ما استطاعتش ان هي تديني بقيه الحاجات. يبقى الرقم اللي ناقص ده في اخر النمره. انت عارف ده معناه ايه؟ ان احنا ما قدمناش غير نظريه الاحتمالات. ايه اللازمات دي؟ الرقم اللي ناقص ده هيخلينا نطلب 10 نمر مختلفين، وفي كل رقم هنجرب مره، يعني هنقعد نجرب من 0 لـ 9 في اخر النمره لحد ما نلاقي النمره اللي احنا عايزينها. ايه هادي كلام الكفار ده؟ ايه كلام كفار؟ استغفر ربنا يا اخي. ايه هادي؟ الله، في علم بس في ايمان. انت فاهم انا بقول ايه؟ وهو كذلك. دول بحاجه تانيه يا فندم؟ لا لا، هروح انت. يلا حبيبي يا شيف عشان تفطر. انا جايزك تفطر معانا. انت اهبل، البنت دي خساره فيها اللقمه.